انت من مواليد الصعيد من الاقصر ووالدك من اشهر مقرئي القران. نعم. ومع ذلك سبت الصعيد وسبت الاقصر وجيت على القاهره ودخلت معهد الموسيقى العربيه باكاديميه الفنون بالعربي. صحيح. طبيعي طبعا، يعني انت عارفه القاهره احنا بنسميها يعني هوليود الشرق. هي بالنسبة مش للعيش في مصر كلها أو في القاهرة أو في نواحي يعني الأقاليم، بتبقى هي بتستوعب أي موهبة، بدليل أنه حتى اللي بيجي من لبنان، من سوريا، من أي مكان في الأرض، في المغرب، من تونس، بيجي على القاهرة. فما بالك أن أنا مصري وعايش في الجنوب وصعيدي. فطبعا خلصت الثانوية العامة وكان كل أملي أن أرتبط بأكاديمية الفنون بالمعهد العالي للموسيقى العربية، يعني أخذ الطريق زي ما بيقولوا بروفيشنال شوية، يعني إن أنا بقى دارس مزيكا وببقى فاهم يعني، وده يعني كنت محظوظ فيه شوية يعني. وحظي الأحلى كمان إن أنا حضرت جيل كويس اللي هو جيل الكاسيت، يعني جيل الجيل ميوزك، يعني ما في مراحل كتير قوي طبعا، بس الفترة اللي جيت فيها المعهد كان حتى من حظي كانت الدكتوره رتيبه الحتني رحمه الله عليها، كانت عميده المعهد العالي للموسيقى العربيه، يعني اختارتني فرقه الانشاد الديني مش فرقه ام كلثوم للموسيقى العربيه، لان كانت شايفه في صوتي شجن ديني، يعني لان انا طبعا قاري الحمد لله قران وتواشيح دينيه، فاخذت فتره في المرحله دي. طب المعهد العالي للموسيقى العربيه، نعم، ما حدش من الأسرة اعترض على دخولك ليه؟ لا، دي طبعا ما دي في تاريخ كبير قوي طبعا. طبعا كان في اعتراض. اولا انا راجل صعيدي ومن الأقصر ومن أسرة دينية، وفوق معبد الأقصر ده يعتبر يعني جدنا الشيخ ابو الحجاج الأقصري اللي هو يعلو معبد الأقصر كده، وده دليل على الجمال كله هناك عندنا يعني في الأقصر، كنيسة ومعبد وشيء جميل جنب بعضه كله كده، حاجه جميله في الاقصر يعني. فاحنا تربينا طبعا، كانت مولد الشيخ ابو الحجاج ده بيجي في الاقصر عندنا، وبالذات عند والدي يعني جابتنا الشيخ النقشبندي رحمه الله عليه، وكان طبعا احنا مرتبطين باسره جميله مع الشيخ محمد صديق المنشاوي، آل المنشاوي، والشيخ مصطفى اسماعيل جه عندنا الاقصر. فكان دايما في ليله مولد الشيخ ابو الحجاج بتبقى فيه حاجات كتير قوي كده ممكن تتمتعي بيها، يعني حاجات دينيه. ده زائد طبعا والدي ربنا ان احنا نقعد نسمع في الاذاعه بالليل الشيخ طه الفاشني والشيخ علي محمود والمشايخ العظماء دول كلهم، الشيخ الفيومي وكده. طب عملت مع حميد الشاعري اغاني كتير، اتعرفت الاول عليه ازاي؟ لا، ما هي برضو مراحل زي ما انا قلت لحضرتك، هي سريعا يعني قطر الفن جاء بسرعة، اللي هي المعهد العالي للموسيقى العربية بفرقة الإنشاد الديني. بعدين ارتبطت بأصدقاء ليا ودوني الفنان مجد الحسيني طبعا عازف الأورج الشهير، ببعت له أحلى تحية طبعا، صديق حبيب ربنا يطول في عمره طبعا. ده كان من أعظم عازفي الأورج طبعا، عزف ورا أم كلثوم وعبد الحليم حافظ طبعا. فارتبطت بيه فترة بفرقة اسمها إيست ويست شو، كان فرقه برضو جميله قوي، غنيت فيها اغنيه البيض القمر لعبد الغني السيد وكده. فغنيت في سهره السبت كانت في التلفزيون اخراج الراحل فتحي عبد الستار، من خلالها مضيت شاف صوتي وسمعني المنتج الكبير طبعا الاستاذ عاطف منتصر شركه صوت الحب اي ام اي، ومضيت معاهم. بس ما كنتش موفق يعني في الشركه دي، على فكره شركه كانت عظيمه يعني، دي كان فيها عظماء مصر يعني ورده، محمد فؤاد، ايمان البحر درويش، عزه ابو عوف، يعني احمد عدويه، تاريخ تاريخ. فكنت محظوظ اني دخلت الشركه، بس ممكن بيبقى في مكان انت مش محظوظه فيه انك انت ممكن تنجحي فيه، لحد ما عملت البوم اسمه هايل هناك في صوت الحب. بعد كده حسيت ان انا مش موافق، ارتبطت بقى بفتره دي كنت بتقابل مع صديقي طبعا الحبيب جدا حميد الشاعري، حتى حميد كان فاكرني ان انا ليبي يعني شكلي وصوتي طبعا، كنت بتكلم الصعيدي وكده، ففاكر مع اللون وفاكر الصعايده كلهم لونهم سمر وكده. احنا قلت له الاقصر عندنا
الجو مختلف شوية يعني غير أسوان يعني. أيوه. الحمد لله أنا كنت أول غنوة لأغنية هات لي قلبك دي كانت هي الهيد زي ما بيقولوا يعني أول هي دي اللي نجحت وكسرت الدنيا. كوكتيل كان من المطربين كده والحمد لله وفقت فيها جدا. حتى حميد كان محتار إن يعمل لي حاجة إزاي يعني نبدأ مع بعض أول بدايتنا والحمد لله كانت أغنية موفقة جدا يعني.